التجسس لصالح إسرائيل. الحقيقة اعتبرت هالخطوة هو جزء من الحرب النفسية اللي عم تخوضها إسرائيل ضد حزب الله من وقت انتهاء حرب 2006، واللي هي فيها حلقات لم تنتهي. يعني لاحظنا تماما انه على الرغم من توقف المعارك بين حزب الله وبين اسرائيل، في نوع من حرب جديده عم تشنها اسرائيل على حزب الله باستمرار، هي نوع من حرب نفسيه. هالحرب النفسيه هي اللي حط حزب الله بمكان انه هو على طول متهم وهو على طول مضيق عليه. فبنلاحظ بننتقل من ازمه لازمه، من ازمه صواريخ سكود يلي اعتبرت انه اسرائيل بتشكل خطر عليها وكادت ان تؤدي الى توتر حتى بين سوريا واسرائيل، واليوم الحمله على حزب الله بانه عم يزرع خلايا تجسسيه لصالحه بايران في قلب اسرائيل، وطبعا اتهامات طالت حتى ايران. برايي انه واضح تماما الاسرائيليين كل ما حسوا انه من الصعب يوجهوا ضربه عسكريه ضد ايران بيضيقوا الخناق اكثر على حزب الله بلبنان وبيصعدوا حرب نفسيه ضدهم. هالمره كمان الحرب النفسيه او الحرب الاحرى تضييق هو عم بيطال ايضا الاقاليه العربيه باسرائيل يلي هن منذ وصول اليمين عم يشهدوا نوع من حمله يعني على العرب بقلب اسرائيل، هن بشكل حوالي 20% من سكان اسرائيل بيحملوا جنسيه اسرائيليه.